وما تقول فضيلتكم في انحراف العقيدة عند بعض الشباب الآن والذين أطلق عليهم أنهم عبدة الشيطان؟ معنى عبدة الشيطان اتخاذه إلها وطاعته في أوامره ورجاء ثوابه والخوف من عقابه، ولا يوجد في الكون أو العالم إلا إله واحد هو الله سبحانه تعبده كل المخلوقات، فمنهم من عبده وأطاعه ولم يكفروا أبدا ولم يعصوه وهم الملائكة، ومنهم من آمن به وعصاه، ومنهم من كفر ولم يعبده وهم الإنس والجن. وإبليس وهو الشيطان عبد الله كالملائكة، لكنه عصاه وتكبر عليه عندما امتنع عن السجود لآدم كما أمره ربه، فلعنه الله وطرده من الجنة، فأقسم أن يثأر من آدم وذريته، وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والذين عصوا ربهم من الإنس والجن وقعوا تحت تأثير هوى النفس ووسوسة الشيطان، وقد حذر الله عباده من هذين المؤثرين فقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقد ظهر في التاريخ جماعة عبدوا الشيطان واتبعوا ما يأمر ويوسوس به، وهو لا يأمر إنسانا بخير أبدا، وسموا باليزيديين. ورأينا في التاريخ الحديث جماعة أكثرهم من الشباب عاشوا حياتهم بكل حرية وانطلاق كما يملي عليهم الشيطان ويوحي به هوى النفس، وأطلقوا على أنفسهم عبدة الشيطان. ومن الأسف أنهم من أسر لها دينها الذي يأمر بالإيمان والاستقامة، أي اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه كما جاء في الوحي الذي أنزله الله على رسله. وإذا كان ابن آدم غير معصوم من الخطأ كآدم نفسه الذي أزله الشيطان فأكل من الشجرة التي نهاها الله عنها، فإن الله فتح باب التوبة لمن يقلع عن عصيانه ويعود إلى طاعته، كما جاء في الحديث: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إن انحراف بعض الناس وبخاصة الشبان عن الطريق السوي الذي رسمته الأديان يرجع إلى عاملين أساسيين هما الجهل بالدين وعدم مراقبة السلوك، والعلاج يكون بالعناية بتربية أولادنا تربية دينية تعليما وتطبيقا، والمسؤول عن هذه التربية كثيرون، وأهمهم الأبوان ثم معاهد التعليم ثم وسائل الإعلام ومراكز الثقافة بكل أنواعها ثم أماكن الاجتماع، وأهمها دور العبادة، وكذلك النوادي والجمعيات بأسمائها المختلفة كاتحاد أو رابطة أو نقابة أو غير ذلك، وفوق كل ذلك المسؤولون عن نظام الدول. والحديث يقول: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وكما تكون المسؤولية في تعليم الدين وغيره من العلوم النافعة، تكون في المراقبة والمتابعة لمن علموهم، هل لهذا التعليم أثر في سلوكهم أو لا؟ فإذا استقاموا على الطريق فقد أنتج التعليم وأثمرت التربية.
وإذا انحرفوا وجب تقويمهم بالوسائل المجدية للتقويم، والتقصير في المتابعة والمراقبة يغري بالانحراف، والنصوص في التحذير من ذلك كثيرة، يكفي منها قوله تعالى في سبب لعن الكافرين والعاصين: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي المأثور عن بعض الصحابة: بلغنا أن الولد يتعلق برقبة أبيه يوم القيامة ويقول: يا رب خذ لي حقي من هذا الذي ظلمني، فيقول له أبوه: وكيف ظلمتك وقد أطعمتك وكسوتك؟ فيقول: كنت تراني على المعصية ولا تنهاني. هذا هو الداء وهذا هو الدواء، فهل من سامع وهل من مطيع؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله أعلم.